عهد علينا بيقولوا ما من عيده يلي بده يعادينا عم يحفر قبر بيده نخوتنا وشهامتنا جوهر أصالتنا عزتنا وكرامتنا كرامة حالتنا بالحق بيوت بتعلم يلدق لعز وهيبة بالحب قلوب بتحلم يشهد للعالم خطيبة طب ديار ونافورة سيعة وردة جورية يا سنين تفوح عطورة حرارتنا الشامية Oh,
كبير بعين دموع هالغالي دارتنا وراه بطلوعي قلبي موجوع لا بيهدى ولا بيرتاح عليك. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاء إلا من أذن له الرحمن
الفاتحة. يا حي يا قيوم. اليوم شكري هجم على محجوب بده يقتله. يقتله؟ بك ايه بده يقتله. يا مو امي امي جيبي ابريق الشاي. حاضر يا مو. ابو معروف الله يرضى عليك مو ضروري تحكي هالحكي قدامه. لك ايه بس بدي اعرف ليش محجوب قتل اخوه لشكري. وانا شو عرفني؟ انت بتعرف شي؟ طب ما بعرف بس بدي اسالك شلون اخته لشكري هربت؟ ايوه وانت ليش عم تسال؟ شو قلتي شو تفضلتي وليش بدك تروحي تزوري نسوان حاره الضبع يعني؟ ما في شي حبيبي ديني قديمه ولازم رد لهم اياها. شو هي بقى هي الديني ما بعرفها انا؟ تقليعه. شو نسيت لما رحت عبيت ام زكي الدايه وطلبت منها تكشف علي؟ لا ما نسيت بس انت كمان الحق عليكي. بشو الحق علي بعدي؟ يعني مرتي انت كثير صرتي كبيره يعني اللي هي اكبر مني بعشر سنين شو بدك تجيبه لها؟ انت ما يعني من عندك المشكله. شو؟ يكبرك ابو خبيط ان شاء الله وينجر رقبتك. طلعوا لها أنا لساتني صغيرة وبجيب أولاد بس هي أم زكي ما يفهماني. صغيرة؟ صغيرة مثل ما بدك. ولا أبو نحلة؟ لا يكون مفكر تتجوز علي مشان يجيك ولد. يلعني طايق أنا بدي أتجوز عليك أصلا أنا لا بدي أتجوز عليك وما بدي أولاد حتى منك يعني ما بدي أولاد. أيوة تعرف إذا فكرت بس تفكير بهذا الموضوع رح خليك تمشي وتحكي مع حالك. رح تخليني امشي واحكي مع حالي؟ خلاص لا حبيبتي ما عم فكر انا ما عم فكر لا. بقى ما عم بتفكر. ماشي حبيبي. لكن قوم يلا. قوم على المطبخ واجي الجليات. براسي بس معلش اشرب هيك كاسة شاي على الهواء. ايه كورتها بسرعة وقوم يلا. اسود وقلبه ابيض البيت نجار للعصر يا ليمون فاصوليا بلديه. تضرب الحرب ما بتجيب الا الخراب. الموت اهوى من هالذل اللي عم نشوفه. نحن بخير يا ام زكي بكفي انه عايشين بامان. اللي بشوف مصيبه غيره بتهون عليه مصيبته. نيال اللي ماتوا لك ارتاحوا نحن صاحي تركنا بيوتنا وما منعرف شي عن أهلنا بس بضل عنا أمل إنه يكونوا عايشين مو هيك أمسكي؟ بس العطر على اللي فقد قدام عينه أهله وضناي عليه. لك يا حبيبتي شوفت عيني عم نستنى نقطة المي لحتى تجي لعنا. وين كنا ووين صرنا؟ صحيح مثل ما بيقول الواحد ما بيشعر بقيمة النعمة اللي عايش فيها إلا يلي بيفقدها. نحن رب العالمين كان غامرنا بلطفه وكرمه. كنا قاعدين ببيوتنا عم ناكل ونشرب على كيفنا بس جار علينا الزمن. شو بدنا نعمل؟ بدنا نصبر على مصيبتنا بركي منرجع مثل أول وأحسن. يا ترى مين عم يدق الباب بهالوقت؟ معقول يكون حدا من أهل الحارة جاي يزورنا؟ يلا رح أقوم شوف مين. أهلا وسهلا يا ابني. أهلا وسهلا خالتي. بيسلم عليكم أبو عزام وبيقلكم هاي شوال رز وهاي شوال برغل وإذا اعتزتوا شي بتنزلوا على السوق وبتشتروا والحساب على أبو عزام ولا تواخذونا إذا قصرنا معكم. إلهي طول عمرك يا أبو عزام ويعطيك على هوانيتك الصافية يا حق. يلا بخاطرك. السلام عليكم. مع السلامة يا ولدي. مرتي هي تقبرني.
عقولي حالي يعني السنة الله سبحانه وتعالى أكرمنا هيك ومولنا مونة منيح. إيه بقى شو رايك أنت يعني لو هيك تتكرمي وتعطي شوية من هالمونة لهدول المساكين نازحين؟ أيوة. ومثل ما بقول مثلا الجود بالموجود. كتير حلو الواحد يساعد الناس ويكون كريم معهم. إيه بس الأحلى يساعدهم ويدفع من كيسه مو من كيس غيره. عمي عم قول من المونة اللي مولناها يعني اللي أنا شاريها. خد لن ابن عمي خد لن شو ما بتحب. ودي الله يرضى عليكي جيبي شيء أنت بتعرفي. أنا ما بعرف وين المونة. أوام أوام. حاضر على عيني. عمي ما إلك إلا تنزل على السوق وتشتري لون يلي بتقدر عليه. إيه بصير خير ست صباح بصير خير. عمي لا تعطي وش لحدا لأنه بيجلق دغري. نحن عطينا وش كتير وندمنا. نصيحة. ولك الله يريحني منك بجاه رب العالمين. لك الله يكتر خيره هالأبو عزام ويرزقه الرزق الحلال يا حق. آمين يا رب. والله الله فرج علينا الحمد لله. بس شو بدنا نطبخ مزكي؟ لسه في شغلات كتير ناقصة. لك اسكتي. قال يلي بدنا يا ويلي منعتازه نروح على السوق نشتري والحساب على أبو عزام لأنه هو متكفل فينا. إيها هي خبرية بتنسمع. لكن يلا خلينا أنا وياكي ننزل على السوق نشتري كل شيء بدنا يا. يا عليك إلهي لسه شغلة جديدة. طولي بالك دغري بدك تروحي وتتوضعي على حساب أبو عزام. معلوم يا أم زكي. شو بدك يعني نضل قاعدين عم نتصفن ببعض؟ يا عليك يا غورة حطي على راسك ورقة سيجارة وتقلي حالك شوي. أم سليم بنت العز والجاه معروفة شبك. يوه يا حسرة لا ضل لا عز ولا جاه. ما ضل بالكرم إلا الحطب. حسبي الله ونعم الوكيل. هاي المخلوة يا مختار ما لها حدا بنوب وبناتها أمانة برقبتنا. أكيد الله يرحمك يا منصور. كان شاب كويس ومحترم بحاله وقدره إنه يكون مصيره مثل أبوه. لا اعتراض على حكمه. هلا أجار الدكان اللي عم يترزقوا منها ما بتكفيهم. نحن لازم نعين هون بأمور معيشتهم. إيه الله يقدرنا على فعل الخير. إيه سيدي هي خلصنا منها. لسه في شغلة تانية. شو هي؟ أنت دريت بقصة شكري ومحجوب مو؟ إيه دريت. وهذا شكري لازم نحطه عند حده. القصة صار لها 15 سنة وما في لزوم نرجع نعيد التارات من أول وجديد. هذا اللي بدي أقوله يا مختار. لازم نجتمع نحن وكباريت الهارة مشان نحل هالمشكلة اللي صارت مصيبة فوق روسنا. هذا شكري واحد مو بصلي على النبي ولا بيستحي. لك بده يكسر كلمتي قدام هالحارة. معقول يكسر لك كلمتك؟ هذا ولد طايش. الحارة في إلى كبيرة. إيزاري بدي منك أنت وكباريت الهارة نتفق كلياتنا مع بعض على كلمة واحدة وبالحق والعدل. مثل ما بيقول بدل يا أبو قاسم قال أرجي عزرك ولا ترجي بخلك. وأنا والله هدول قدرت عليهم شوية سكر وشوية شاي. لك لا تكون بدك تزلنا وتأخذ بيتارك مني بعد المشكلة صارت عنا بالحارة. منك وبس أبو النار منك وبس شنو لك بلسانك تصحلك ولا صلي على النبي صلي على النبي أبو النار. اللهم صلي على محمد وآل محمد. شو البني آدم هذا؟ الناس بيّن معدنها وقت الشدة يا أبو معروف وأنت معدنك ده. الله يعزك أبو قاسم. الحمد لله شفناك بخير. لو الله ما اطلع فيه ما كانوا بيناتنا هلأ. الحمد لله الله بعد اسمه حماكم. لو شفت القنابل كيف عم تنزل على راسنا مثل زخ المطر كنت عرفت شو عم أحكي. الحمد لله نحن نفدنا بس الله أعلم شو صار بغيرنا. مين نفد بالهون ومين مات. بالي مشغول كتير على أختي وولادها وعلى كل أهل حارتي. الله يطمننا عليهم عن قريب إن شاء الله. آمين الله يطمننا عنهم ويطمننا على المسجونين اللي أخذوهم على العاب وعلى المفقودين يلي ما بنعرف عنهم شيء. حسبي الله ونعم الوكيل على البلاء اللي نزل علينا. حسبي الله. بتهون أبو قاسم بتهون. أبو قاسم شو ما بتأمر أنا رأتي سدادة. كفو يا أم معروف كفو. يا الله السلام عليكم. والله ما بتروح تشرب شاي معنا. عود مبروك معلم مبروك. سعيد أمور علي قوم سوي لك كاسة شاي الله يرضى عليك. جعيونك عيونك.
الله يعطيك العافية. والله أهلين وسهلين بأم معروف. بالمهلي يا أخي أبو قاسم بالمهلي. إيه معقولة؟ كل الداخلية؟ صدق؟ تفضل. إيه الله وياك الله وياك. السلام عليكم يا حضرة الجباشي. هلا أبو نشار. هلا. إيش حالك؟ عسنك زين حيل. الحمد لله. إيه وش بي ورا هالزيارة الميمونة؟ والله يا حضرة الجباشي هالمرة الزيارة اللي عندك على الكركون طويلة. زيارة؟ ما فهمت. شريف هاي طلب نقلي لعندك على الكركون موقع من رئيس الشرطة ومختوم. ومين قال لك انواني ناقصك هين بالكركون؟ والله يا حضرة لويس باشي انا ما دخلني. بامكانك تسأل الداخلية وهني بيجاوبوك. زين زين حيل. اسمع يا ابو منشار هنا الامر امري والشور شوري. ما اريدكم بالراس. انا تحت امرك يا يوسف باشي. على كلن انا بشغلي وانت بشغلك. المهم يا حضرة لويس باشي الشغل جيب همه. الشغل جاي. ايش تقصد بهالحكي هذا؟ لا انا ما بقصد شيء يا حضرة لويس باشي. يعني انا اللي بقصده انا بشغلي. على العموم انا بغرفة سمسو. اذا بدك يعني بامكانك تناديلي. عن اذنك. اذنك وياك. ايش قاعد يصير بالداخلية؟ مين قالوا مني؟ يعني اريد نائب رئيس الكراكو. نائب للرئيس الكراكو. والله ما ادري. اهلين افكار. على راسي يا ابو معروف. ما تنا شو احوال الحاره يا ابو معروف؟ والله يا ابو قاسم الحاره احوالها مثل اي حاره بالشام. تعرف انت اي حاره يعني فيها العاطف فيها اهل الاصل فيها ابن الحلال وفيها اللي ما بخاف الله. تجوزت ولا لسه؟ ايه جوزت. اخذت ارمله اخته لابو عادل الحلاق. مستوره مستوره. وعلى علمك قديش اسعار البيوت ان كان شري ولا كري هون؟ هلا كري ما بعرف بس شري كل بيت له سعره ابو قاسم. وانت مو مستكري بيت هون؟ لازم تعرف شو سعره. ابو قاسم انا كنت مستكري بس هلا اشتريت ربع حصه من مرتي هذا البيت ورثته عن جوزي اللي مات الله يرحمه. ايوه ان شاء الله مرتاح بيه جوازي. مستوره عمي مستوره والحمد لله. والله بيت ابو عادل الحلاق ما في منه. هلا قد ما حبيناه ما رح نكون مرتاحين مثل ما كنا مرتاحين بحارتنا. بس شو نعمل الله يلعن المحتل. بدنا تشكيله من كل شغله مشان يكفونا يومين ثلاثه. تكرم يا اختي. يو مو حلو نكتر على الزلمه. عيب عيب. يو هو قاعد بده يتكفل باكلنا وشربنا. ما حدا قال له ينتخي ويدق على صدره. بعدين لسه بدنا نروح عند الفران. الله يرزقك يا ابو عزام وغامض علمه يا حق. امين. ايه اخي مثل ما قلت لك بدنا رطل من كل شغله. والله التازيات الخضره بشهوه. باينين انه تازه ما شاء الله. اي والله هدول من بستان الجبه ظراف كتير. يا أخي لا تنسانا الفليفلات الله يخليك. على عيني وراسي غيره أختي. سلامتك. بيسلم عليك أبو عزام وبيقول لك قال هو بيدفع لك الحساب. على عيني وراسي وتكرمي أنت وأبو عزام. الله يفرج عنكم. آمين. أنتوا روحوا وأنا هلا ببعث لكم ياهن على البيت. كتر ألف خيرك أخي. مع السلامة. أوه أوي عسي عسي عسي. أمرو ريان البندورة. صباح عمي. أهلين حمدو. للمونة يا توم. أسود وقلبه أبيض هالبيت إنجان للعصر يا ليمون. أمل شوي شوي. إلى عن اللي طرق الرز على اللي طرق البلغور على اللي طرق كل شيء نصف ظهري. بي علي إن شاء الله بي علي إن شاء الله. يلا يا شاطر انزل على السوق وجيب لي شوية خضرة وشوية فواكه. حبيبتي والله أدري يا بخجل يعني أطلب من الزلمة يعني تقلنا عليه. يي لك شلون
إذا ما جبت لي الأغراض اللي بدي إياهم شلون بدي أطبخ أنا؟ شلون؟ ما بقدر أطبخ. وبعدين اللي بيسمعك بيقول عم تدفع من جيبتك يا حصرتي. ليش هيك صاير بخيل أنت أبو نحلة؟ لا لا بس حاسة صعبة علي. لا صعبة ولا شيء، حالنا من حال غيرنا، أساسا نحن تهجرنا من بيوتنا ومن حارتنا. طيب خلص هلا أنا رايح بجيب كل الأغراض وبتفتل بالسوق شوي شنو طالعة يعني هيك طالعة روحي من قعدة البيت، الله وكيلك طالعة روحي. ومين قال لك تلبت بالبيت تحط قلقتك في خلقتي طول النهار؟ أه مين قال لك؟ يا زلمة حبيبتي أدرية يعني عم حس حالي مو منيح حالة غريبة كتير، بس بتعرفي شو خلص من اليوم ورايح بدي أطلع. إيه منيح الحمد لله. يلا لكان بسرعة روح جيب لي الأغراض. لك متت من جوعي أنا. لك إيش عم تستنى؟ روح بقى خلصني. يا زلمة أنا عصبتني. عصبتني هنن كيسين قصر لك. الحمد لله يا مختار اني قدرت طالع مصاري معي، بقى مشان هيك عم اقول لحالي اني اشتري لي شي بيت احسن لي من القرقصه هي. تعمل زينة العال. شايف لك رجعتنا رح تطول، هذا اذا ضل عنا بيوت نرجع عليها. انا شو فيني اخدمك؟ ما بقصر ابدا. تسلم تسلم يا مختار. يعني عم اقول اذا بتعرف شي بيت بده ينباع. ايه شو عليه؟ هلا منروح لعند الدلال وبنقول له يشوف لك بيت اذا مصاري جاهزه. ايه والله يا ريت، والمصاري جاهزة والحمد لله. في شغلة تانية بدي اسألك عليها. ايه تفضل قول. حمام الحاجبية مين صاحبه؟ صاحبه ابو نبيل، بس ما بيبيعه، حاطط فيه عمال عم يمشوا له الشغل. هلا انا مو نيتي بدي اشتري، انا عم افكر اني استكري شي حمام واشتغل فيه، شنو هي شغلتي الاساسية. ايه شو عليه؟ انا رأيي تشوف ابو نبيل بركي بأجرك يا هيك قلتك؟ سيدي جرب ما لك خسران شيء. ايه بنجرب. معناتها خلينا نروح هلا بالاول نشوف الدلال. ايه شو عليه؟ خلينا ندق الحديد وهو حامي. يلا يا رب. شرف سيدي. يلا. للعصر يا ليمون، للحفر يا كوسا، اسود وقلبه ابيض هالباذنجان، أصابع الدبو يا خيار، للمونة يا توم، حمرة وريان البندورة. سلام هالخضريات فايتها عندك. تشرفت أخي، أهلا وسهلا. إيه أنا أبو نحلة من حارة الفتارة، ما حارة الضبعين من كوبي. تشرفنا وأنا أبحده، شو بدك خضرة على حسابك؟ إيه أنا تشرفت بمعرفتك، بس أنا ما بعرف كيف بدك ياها يعني انا بدي اخذ من عندك خضره هيك بالتين وبس ارجع الحارب رجع لك يا هون المصاري. تكرم عينك، انتو بضيافه ابو عزام وهو رح يدفع الحساب. مش كان هيك احسن نعطيه رطب بندوره رطب خيار رطب بقدونس رطب تفاح رطب موز رطب باذنجان رطب بطاطا رطب. ايه شو رح تاخذ البسطه كلها شايف؟ ولا يلي ببلاش كتر منه يا ابو نحله. لا يا بحده شو هالحكي هذا؟ لا انا بس بحب لي حالي انا بجيه كثير، مشان هيك ما بحب ينقصني شيء يعني. لا تخاف ما رح ينقصك شيء، كل يوم عنا بضاعة جديدة. إيش كان هيك أصبح عطيني رطل كوسة رطل بتجار رطل بطاطا رطل فول رطل عزام مرني يا بي. بتروح لي على بيته لمحجوب بتقول له أبي بده إياك وخلي يجيني على الحارك. صار يا بي. يا بي بس بدي أقول لك شغلة. قول يا بي. أنا خايف تخرب بيننا وبين بيت عمي إن شان قصة محجوب وشكري. انت هيك شايف؟ يا بشكري ما رح يسكت ونحن رح نوقع بين النارين، وش كان القصة ما انحلت على ايدك وبرضات شكري رح يأثر على خطبتي من سهيلة. عزام انا بدي اسمع من محجوب وبدي اشوف الكلام اللي بده يحكي، وش كان في حق عليه انا ما رح زعل بيت عمك، بس كمان انا بنفس الوقت ما بدي حدا ينقتك بالحارة، وهذا الكلام بده يصير قدام كباريت الحارة. فهمت علي كيف؟ وغير هيك ما في تفاهم، ونقول إن شاء الله ما يصير في زعل بيننا وبين بيت عمك. إن شاء الله يا أبي إن شاء الله. تيسر يا أبي تيسر. أمرك.
من ايد مانع دملك افكاح راسي كلموه عقيد تعال اشرب شاي تتهلى انت وياه مثل ما تامر عقيد لك افكار شو يا ريتك ما سكنت ولاده بالنار شنو داقوا بطيني ولا نبطيقوا ابو معروف انت الحق عليك لسانك متبري منك ايه ما تركت لحالك صاحب بكل الحارات بنوك هو اللي ماله صاحب وكل ما كان يشوفني بحارته يقلعني اخي ما بيحبني ما بيحبك من مشاكلك وطولة لسانك ايه شو عليه إلك يوم يا ابو النار وانا ابو معروف ابو معروف العاب على قدك ولا تفتح دفاتر قديمه ويلي راح راح نحن اولاد اليوم هو المنسي الماضي وعم بيفتح دفاتر قديمه بس وينك وحياتك يا افكح رقبته بايدي واذا حاول يعمل شيء انا برجيك شو بسوي فيه من اول ابو معروف خليك ادمي وبحالك احسن لك ها أنا آدمي وبضل آدمي بس إذا واحد بينكش علي ساعد علي وعلى أعدائي يا ما محشوب برضاي عليك ما بدي تطلع من البيت بهالكم يوم خليك جنبي وقدام عيني الله يوفقك يا مو أنت ليش عم تحكي معي كأني ولد صغير وتوصيني شكري كله ياتو شقفت ولد بالحارة إش كان بده ياخد بتار أخوي يتنطوط بدي لحقه فيه خلي وقت أبو رمزي يقعد يبكي بالبيت مثل النسوان يا ابني الله يوفقك ما بدنا مشاكل والله ما صدقت شفتك قدامي بعدين خلينا نعيش كم يوم سوا هيك حلوين قبل ما الله ياخد أمانته ومشان تروح تدور على أختك خيزران وتجيبها خليني شوفها خليني شوفها يا محجوب بدي شوفكن حوالي عيني خير يا مو عيني خير الله يخلينا ياكي فوق راسنا خليك قاعد انا بفتح مو عيب يا مو عندك رجال بالبيت وانت تفتحي الباب شو بدهم يحكوا عنا العالم محشوب اوعك تعمل شيء تقبرني خايفه يكون شكري لا يا مو لا لا تخافي لو كان شكري كنت سمعتي صوت شعيره لعندك الله يستر منو هاد انا عزام ابن ابو عزام افتح أهلين عزام خير بيسلم عليك أبي وبيقول لك مروق لعنده على الدكانة ضروري في جوز كلام بده يحاكيك يا شو هو جوز هالكلام بس تروح تعرف بالإذن الله معك يا مو أبو عزام بعت براي بدي اطلع لبرا شوفه شو ضرورية طلعتك يا مو هلا ما بطول عليك يا مو ما بطول عليك عاوزة مني شي سلامتك دوبرني دير بالك على حالك الله يخلي لي اياك يا رب ديري بالك على حالك يا مو الله يحميك إلهي يلا خلصني من فرم الخيار مشان ساعدني بنقاية البقدونس يلا لا تبكيني أدري لا تبكيني سوى وكنت لح اجرح ايدي لا شوي لا سلامتك حبيبي تضرب انت وهالحارة اللي جبتني سكنتني فيها ليش شبه الحارة اهلا ما نظيم وما في منه انت المنظوم والفهمان لهلأ ولا وحدة من نسوان الحارة اجت وشقت علي وقالت لي اذا لازمك شي يا أدري خانم بلكي مفاضيين بعدين ما بيعرفونا اسمع لقلك لازم تروح على حارتنا وتشق على البيت إذا ما كانه مضرر خلينا نروح نسكن فيه يي لا ما بتزبط الفرنساوي ما عم يخلي حدا يفوت لهنيك بنوب بنوب يعني مسكر الحارة كلها بعدين يا زلمة أدرية شو هي نروح لهنيك نسكن لحالنا شو بتخوف أبو نحلة لازم تروح تشق على البيت شقي على الطبخة لا شقي على الطبخة اقلط جاي
شو رايك ابو مشعل نجيب شويه مشاوي ناكلهم انا وياك؟ حاكم عصافير بطني عم تزقزق. اي فكره زينه، بس على حساب مين المشاوي؟ مو عيب لك ابو مشعل، على حسابي انا، وهي رح تكون بادرة خير بيني وبينك. والله انشان هيش اني ما عندي مانع. لك يا برني اللي خلقك شو انك معدل وراكز، رح جيب المشاوي وراجعناك. زين واني انتظرك. ما تقول الا صرت عندك. سلام. سبحان مغير الاحوال، الحسادة هو منشار اللي كان يطقطق لي براغب الداخلية. شغلة عجايب الزمان. ومثل ما بتعرف يا ابو نبيل، هذا كاري من يوم يومي وبدي اشتغل فيه. بقى شو قلت؟ موافق اني استكري منك الحمام، وهاللي بتطلبه انا حاضر. تكرم عينك يا ابو قاسم، اعتبرها مقضية، والحمام حمامك وما بنختلف. يا سيدي كتر الله الف خيرك، معناتها متفقين انا وياك باذن واحد احد، وانا رح ادفع لك سلف. لا يا ابو قاسم ولو، مو اشكال بيناتنا، ملحوقه، واذا بدك استلم الحمام من اليوم. اي والله يا ريت، حاكم ضجران كثير وما بقدر بستنى، ومعلومه الشغل عباده. تكرم عينك يا ابو قاسم، اشربها انت. ايه بامرك. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع يا فهيم، شكري ما راح يتركك، بده يقتلك. انت قتلت اخو رمزي اللي هو اعز اصحابك، هلا بدك تقول ليش قتلته. ومن هلا بقول لك، ها اذا كان حق عليك انا ما راح اكون معك بنوب. اللي بيطلع بايده لشكري يطلع برجله. مش كان بده يقرب صوبي، بقى يلا اللي بده يصير عليه. ما بصير عمي، ما بدنا دم يصير بالحاره، لا انت ولا هو. هلا بدك تقول لي ليش قتلته، وبوعدك بوعدك وعد شرف، إذا كان الحق معك أنا رح أكون جنبك. ما فيني أحكي أبو عزام، ما فيني أحكي أزرني. وأنا كيف بدي واقف سفك الدم إذا ما قلت لي عن الأسباب اللي خليتك تقتله؟ عفيني يا عمي، ما فيني أحكي. والمعنى؟ المعنى واضح، مش كان بدي أقرب ناحي وقتها بصفيانا يا هو. هيك محجوب، أنا ما راح أحكي لحدا، والظاهر إنه في سر كبير بينك وبين رمزي. ما بقدر أحكي عمي، ما بقدر. محجوب، معك شهر واحد أو بتطلع أنت وأمك من الحارة كلها. تفضل عمي، مأكول الهنا ان شاء الله. سلمها بسيفو، يعوض عليك يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام، خير؟ كيفو ابو سيفو؟ الحمد لله امور. معلم لا عندك شغل مثل ايام زمان؟ شو تفضلتوا عمي؟ ايام زمان وقت كنت تشتغل عندي كنت ادمي انت، وهلا مو نفعان. هيك قصدك؟ شوف محجوب، الله يستر على حريماتك، انا مو ناقصني وجع راس. اتيسر وخلينا نعرف كيف نسترزق. يلا روح، الله معك. ايه شو علي، الله بيرزق عمي، الله بيرزق. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال بده يرجع يشتغل عندي. قال ايه مصدق حاله الاخ، ما بيعرف إذا شغلناه عنا منصير منعجن العجينات دم من وراء ومن وراء شكري. يروح يدور على أخته يلي صار لها 15 سنة هربانة وما حدا بيعرف وين أراضيها. شكري، إش كان أصر أبو عزام إنك تبعد عن محجوب؟ تكسر كلمته؟ ما دخلنا بحدا يا أبي، لا بأبو عزام ولا بغير أبو عزام. وتار أخي بدي أخده لو صفى يوم بعمري. ليش أنا بقدر أنسى؟ بقدر أنسى منظره وهو ممدد على الأرض، لا من دمه لا من كمه دمه حميمه. لا والله ما بقدر أنسى.
لا والله. ليش انا بنسى لك ابني؟ محروق قلبي عليه لحتى اموت. وحياة مين زرعهم بوشك؟ دم اخي ما راح يضل على الارض. ومحجوب بده ينقتل اول عن اخر. لو بدي وقف بوش الناس كله واولهم ابو عزام. بس ابني انا مالي حابب يصير زعل بيننا وبين ابو عزام. شنو ابنه صارنا واختك عرسه بعد فتره. عزام واختي وخطبتهم من ناحيه بي وتارنا من ناحيه تاني، ما في شي له علاقه بشي. والله مالي عارفان شو بدي اقول لك شكري. لا تقول شي يا ابي، لا تقول شي، اتكل على الله وعلي. والله واللي اسمه الله لخلي الحاره كلها تحسب ان الف حساب. ولو اني خايف عليك لك ابني وخايف تتورط بورطه كبيره، بس نفسي عارف ليش هالواطي قتلوا لاخوك مع انه كان صاحب الروح بالروح. يعادينا عم يحفر قبر بيده، نخوتنا وشهامتنا جوهر أصالتنا، عزتنا وكرامتنا كرامة حالتنا. بالحق بيوت بتعلق يلدق لعزو هيبة، بالحب قلوب بتحلق يشهد للعالم خطيبة. طب ديار ونافورة ضيعة وردة جورية، ياسمينة فوحة كورة حارتنا الشامية. I'm not. More kilometers.